بعد توقيت التيار المستمر تتحلل الجزيئات الدوائيه الى شوارب موجبي وسالبي. اي مركب يحوي شوارب موجبي وشوارب سالبي. تمام. نحن اول اليه التاثير هي بس عباره عن تفكيك المركب الى شوارب موجبي وسالبي. بس صار عندنا موجب وسالب، صار عندنا المركب المعقد جزئين بسيطات. تمام. طيب تتحرك ضمن الحبل الكهربائي. اي حبل كهربائي؟ اللي عم نطبقه نحن التيار. احنا عم نطبق التيار بالفاني عن طريق اقطاب. انا وقت رسمت كل مره موضوع القطب، صح؟ هي القطب وهي الجزئين الجلد، هم الدوائيين فقط. تمام؟ طبعا نحن التيار الفاني بيجي من